المركز تقريبا جميع الحالات الباردة استثناء العمل الجراحي والحالات الساخنة، جميع الحالات الباردة قادر على علاجها وتأمين الصحي لها، يعني بمعنى هذا. الأدوية بشكل عام عندنا في نقص بالأدوية بشكل عام، بس أنا بعتبر الأدوية الموجودة عندنا إنه أدوية نوعية. المراجعين عم يجونا اغلبيتهم معاهن السكر، بدهن دواء سكر، دواء الضغط، في بعض الامراض المزمنه، في ناس عنا في بعض مرضى عايشين على السيروم. المركز الصحي عم يقدم لنا السيرومات المتوفره والادويه المتوفره لدى المركز، وعم يجونا من بعض القرى اللي ما فيها مراكز صحيه.